انا عمر عابد وانا يسرى اللوزي. احنا هنا مع انيجما تي في. ازيك يا استاذ عمر؟ ازيك يا استاذ يسرى؟ سلام. احكي لي مين اللي اكتشفك واول تجربه سينمائيه بالنسبه لك؟ ليه الحاجات دي؟ طب خلاص بلاش. بتحس بايه لما بتشوف نفسك في اوقات فراغ؟ يا نهار اسود. اوكي. دايما بحس ان انا كنت صغير جدا. احس انه كنت لا يعني بتخض، بحس ان 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 انه ان كاني ده واحد تاني خالص انا ما اعرفوش، واقف كاني بتفرج. ومهما احاول اتصور ان انا كنت الشخص ده او بتخض جدا من نفسي، و لا يعني بتلخبط جدا لما بتفرج على نفسي وقت فراغ، بتلخبط وبقعد في حاجات بتضحكني في نفسي، يعني بقعد اتريق قوي على نفسي. يعني لو ما كنتيش ممثله كنت تحبي تبقي بتعملي ايه؟ حاجتين عكس بعض خالص، يا لعيبه كوره يا راقصه باليه، يعني حاجتين عكس بعض. بس يعني كنت بعمل الاثنين طول عمري، وكنت بطلع من تمرين الباليه على ماتش كوره، فمش شايفه انه اوكي. احكي لي عن احتفالاتك بشم النسيم. اشمعنى شم النسيم؟ عشان انا عارفه قد ايه عندكم في العيله الرنجه والفسيخ حاجه مهمه. ايوه. شم النسيخ؟ شم النسيخ طبعا زي ما احنا عارفين. اوكي. شم الفسيخ؟ لا، شم النسيم. شم النسيم بالنسبه انا ما بحبش الفسيخ خالص، انا بحب الرنجه. مراتي هي اللي بتحب الفسيخ طبعا. عارفه. بنروح كده بيت بتاعهم في كرداسه ونقعد بقى ناكل، ويعني انا بحب اليوم ده جدا جدا جدا. انا عاده عيلتي، انا ابويا وامي ما كانوش بيهتموا بموضوع شم النسيم ده خالص. بس عيله مراتي بقى هم اللي شم النسيم قوي. وفاكر في مره مراتي بعتت لي ايوه كنا بنعمل مسلسل دهشه، وبعتت لك معايا رنجه بقى، كنت ماشي بالرنجه دي خد دول يسرى. هو ده اللي فكرني بالموضوع. أيوة. ان انا كنت في مسلسل دهشه، وطبعا مش عارفين نحتفل بشم النسيم ولا باي عيد، وفعلا المدام بعتت لي طبق فيه شويه رنجه ومن ساعتها. أيوة. وانا عارفه قد ايه اليوم مهم بالنسبه لي. ايه اكتر حاجه مبسوطه منها في حياتك؟ ان انا يعني ممكن اقول قادره اوفق، رغم ان انا بتعب بين الحياه الاسريه والحياه العمليه. طبعا انا باجي على الاثنين، بس يعني انا مبسوطه ان انا عندي الاثنين. مش قادره اتخيل حياتي من غير جزء من من من, يعني من فكره فكره ان انا ابقى بركز في شغلي بس. طبعا ده ممكن كنت اوصل لحاجات تانية او اشتغل في حاجات اكتر، او فكره ان انا ابقى زوجه وام بس، كنت احس انه في حته فيا برده مش يعني مش مكتمله. فيمكن ان انا بقدر بحاول اوفق، بس الموضوع متعب جدا جدا جدا. اوكي. ايه الحاجه اللي تحب تغيرها في نفسك؟ هو مبدئيا انا من يعني انا طول الوقت الحقيقه انه علاقتي بنفسي فيها انه انا طول الوقت بقعد اراقب الحاجات النيجاتيف، ودي واحده من حاجاتي النيجاتيف اللي مش كويس انا محتاجه اغيرها. ان انا محتاجه ابص على انه يعني انا غصب عني دايما بتشد ناحيه الحاجات الغلط اللي عايزه تتصلح. دي حاجه كويسه بس مش بتحتفل بالحاجات بس كتير بتخليك ما تشوفش الحاجات الاخف، الحاجات اللطيفه، الحاجات السهله، لانه طول الوقت مشغول بالحاجات دي. فاحب جدا اقدر ابقى شخص عندي توازن كده ما بين انه اوكي اقدر اشوف الحاجات اللي انا عايز اشتغل فيها على نفسي، وكمان اقدر ابسط بقى وابقى سهل على نفسي من غير لانه انا يعني اكتشفت ده مؤخرا ان انا شخص عارفه الناس اللي بتقعد تعاقب نفسها طول الوقت وتعرف تلوم في نفسها طول الوقت. برج ايه؟ جوزاء. اوكي. فبقعد طول الوقت الوم نفسي وعاقب. ففي حاجه كده حاله بتخليك في الاخر بتوصل انك مش مرتاح. ده من اعراض السن بقى على فكره كمان، عايزه اقول لك. غالبا فيها جزء له علاقه بالسن. طب ايه دورك؟ اسالك بقى، عندي كام سنه؟ عندي 34 سنه. اوكي. وافتخر وما بتكسفش. برافو. عادي. انا عندي 35. انا الفتره دي كده بقعد افكر لما بشوف ناس، شغلني فكره مين فيهم اجتماعي ومين فيهم عكس، يعني مين اكستروفيرت ومين شخص انتروفيرت. انت بتعتبري نفسك في انهي حته من دول؟ يعني انا كائن بيتوتي بطبعه، حتى من واحنا في الجامعه كان دايما اصحابنا يجوا لنا البيت، يعني مش بتوع يلا نخرج ونسهر، يعني بيتنا دايما هو اللي فيه ناس. اعتقد ان انا بقيت كده بقفل على نفسي، وبحب فيا ده اعتقد متعلماه من بابايا، انه بابايا عنده العالم بتاعه ومش بيزهق. انا مثلا لو حد قال لي من سنتين ان انا هروح الجونه وهقعد اقف اتصور على ريد كاربت واشوف حد يعمل لي لبس والحاجات دي،
قلت له بس 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 يا ابني بقى هبل يا ابني. وبعدين فجاه اكتشفت انه في السنين اللي فاتوا دول انا بشكل ما كنت كده عندي احساس ان انا مستخبي. عملت كونفيد زون وبقيت قاعد فيها. فبقت الحاجه دي دلوقتي ضروريه ولازم اطلع بره الكونفيد زون عشان عشان ده لازم يتغير يعني. عشان تجيب فولورز والله لا وتكتب ثانك يو فور ستايلينج مي مش عارف مين والحاجات دي. مش انا اللي بكتب الحاجات دي طبعا اكيد للاسف. اوكي انا عجبني السؤال بتاع لو انت عايزه تغيري حاجه في نفسك بقى هتبقى ايه؟ لا انا عايزه اغير حاجات. ودي دي حاجه هبقى عايزه اغير تقريبا ثقتي في نفسي. اوكي انا عندي كده صراع حاجتين عكس بعض برضو ساعات ببقى يعني انا ما عنديش مشكله اطلع على المسرح ارقص واغني وامثل بيس جدا بس في نفس الوقت في حته كده ما عنديش ثقه في نفسي مش عارفه ازاي الاثنين في نفس الوقت. انا بحس ان كل الناس اللي بتصدر ثقه كفايه والناس اللي احنا بنتفرج عليهم بنحس ان واو ده شكله واثق من نفسه انا اقدر اجزم لك ان هو مش واثق من انسكيور. دي انسكيورتي يعني اقدر اقول لك مثلا ان انا لما بشوف صور لنفسي وانا في الاخر انا من جوه ببقى خايف انسكيور متوتر بس يبدو في الصور ان انا مش بتكلم على شكل خارجي. انا بتكلم انا عايزه ابقى فعلا واثقه من نفسي اكتر. لا مش مهم ايه اللي باين بس انا عشان ابقى انا مرتاحه. ايه رايك في البوتوكس والفيلرز والحاجات اللي كل الزميلات والزملاء ساعات بيعملوها؟ انا بعمل مجهود جدا ان انا ما احكمش يعني بشتغل نفسي جدا ان انا لما الاقي حاجات كده ما بقاش بحكم ان ده حلو او وحش. موقفي انا الشخصي ده مش ذوق خالص بس كمان مش قادر ابقى لانه مش قادر ابقى جوجمنتال في الجزء بتاع انه بص عامل لانه في الاخر خالص انت مش عارف لو مكان الشخص لا لا ده لا انا فاهم ده جامد في الاخر خالص الشخص اللي بيعمل مجهود عشان يغير حاجه في شكله بيبقى في حاجه عنده معاه مشكله بقاله كتير فاهم قصدي فهو محدش بيروح يعمل كده وخلاص في الاخر بيروح يعمل كده في حاجه مضايقاه بقالها كتير فانا مقدر الجزء ده فمش بقدر ابقى شايف انه ايه اللي تمام بس مش ده. اوكي ماشي اوكي ميرسي يا استاذ.